ثاني المعطى بالسؤال كمان في عندي الانبوت تورك اللي هو سموه هون برايم موفر. ايش راح يكون البرايم موفر بالحاله هاي اذا هذه بامب؟ يعني شو فيزيكلي شو اللي بحطه على البامب حتى تلفها بهاي السرعه واعطيها التورك؟ الكتريك موتور، الشافت على الكتريك موتور، الا اذا عندي شيء ثاني بس على هذا هون الكتريك موتور. الكتريك موتور عم بعطيني البرايم موفر تورك بيساوي 900 باوند انش مباشر. ايش الباوند بستنتج انه؟ فورس. بدي احوله من باوند فورس احوله لنيوتن متر. خلينا نحول هذا. اذا عندي هلا هذا بيساوي باوند فورس، كيف بحوله؟ بنحط هذا باوند فورس فوق، بنحط هون باوند فورس تحت، وفوق عندي 0.4536 كيلوغرام فورس. ما في شيء غلط اني اساوي كيلوغرام فورس وباوند فورس من هون، لكن 1 كيلوغرام فورس ايش الفورس اللي عليه؟ 9.81. اوكي خلصنا من الباوند فورس، ايش لازم اتخلص كمان؟ الانش فوق ولا تحت؟ تحت. لا انتبه، هاي خطا بيخطئوا فيه كثير الطلاب. التورك هو عباره عن فورس في متر في ديستنس، مش هيك؟ التورك فورس في ديستنس مش فورس على ديستنس. فهذه هون باوند ضرب الانش. اذا الانش هون فوق ايش بحط تحت؟ 1 انش. وشو بعادل هذا؟ 0.0254 مترز. هيك رح يطلع معي الجواب ان نيوتنز بير نيوتن متر اسف، مش هيك؟ لانه الانش من هون رح يشطب مع الانش هون، الباوند فورس رح يشطب مع الباوند فورس، الكيلوغرام فورس رح يشطب مع الكيلوغرام فورس، ووضح لي عندي في النهايه نيوتن متر. فالتورك الانبوت تورك بيطلع معي المفروض يطلع 101.7 نيوتن متر. اوكي؟ صار بامكاني الان احسب الانبوت باور. كيف بحسب الانبوت باور؟ ولا في شيء؟ لا لا لا، في عندنا ارقام هيك مباشره. الانبوت تورك، تورك في انبوت، بس هاي لازم احولها لا ايش لازم تصير اليونت تبعتها؟ راديانس بير سكند. فبصير عندي هلا تي ان بيساوي 1000 على 60 في 2 باي، هذه بتعطيني اوميجا راديانس بير سكند، والتورك عندي 101.7. فبيطلع معنا الانبوت باور اللي داخله على السيستم بتساوي 10652 وات. Okay, let's feel something.